السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. مش عارفة هدر هدر والله. عاودني بضحية أنا ويعطيح. وش عندك؟ أنا؟ وش عندك؟ يا ربي سبحانه. أعطيني الألبوم تاعك الأخراني. نعطي كل شيء. هو الألبوم. هو قتلوني بالحضاير وحدة، قتلوني بالزهور. السلام عليكم. تفضل. مالي؟ قولي أنا. حبيبي صغالي تدفع غالي 25 نمره صغالي تدفع فقط ما فيش كلا صومين وفاني جلد غالية وش حب تولي كي تكبر وش حب تخدم حاوس انا جدارمي باربي ما قلت لي باش تكبر تولي توت مالا حب ماماك حبتك تولي جوجة ايه قلت لي ما ولي جوج خير وين تا متى وين تا متى وين تا متى وين تا يا قلنا متى مازال ماتش متى متى استقلت الجزائر بالليل امير لما شخص يعطيك برتقالة ماذا تقول له من جيتك ونقالي وش تقوله؟ صحق تزوج بعربية اجريلي اجريلي يفريك شيري شرب لك المرار الكحل الزعتر النعناع الدرياش الحنة هيا هنا عيني هكا هيا في القصة خويا كيسة ورمى هذه مرة هذه من جعلك تشعر بالألم اجعله يشعر بالمحاية لو كان حبيبك عسل جيب خبز واعمل سندويش والدنيا ثلاث هموم همي بكيك وهمي ضحكك وهم برجر هاني وجدة ياك ما طولتش عليكم لا لا ما طولتيش بتي برك نروح نديرو شوبينج ايه نقول شوبينج قلت لك ما تديهاش معانا هيا جميلاي انت حمار انت يا انا حمار حمار وانت عمك صافي بليزين عمي انا حمار وانت عمي عمك دميش بده دميش بده عمي انت حمار وانا عمي هدي لي عمك مالك غديتي خويا شحال درت الريحه هذه هذيك دارت 1200 حوس وحده كيفها وهي صفراء كاينه اها صفراء وفيها نقطه كحله كاينه اها كحله ومرسوم فيها شكيره عندي اه مش شاكرة شبه وردة عندي جملة حيطي البرناقوطي ابنينا حيطي هدمنا قاع تفرقعنا قوع الله قال لك واحد السيد خرج من صلاة الجمعة ما لقى صباطه وبدا يعيط رجعوا لي الصباط خير ما ندير كيما الجمعة اللي فاتت جماعة كامل اللي سرقوا الصبابط رجعوهم من بعد راحوا ليه قالوا غير قول لنا واش درت الجمعة اللي فاتت قال لهم روحت بالحفا فيكم حسن هنا شكون فيكم حسين هو سمعتوا ما فيش زوج حسن لا انا حسن وهو حسين ايوا بدا يطلع لي زبل انا
Bonjour les élèves, les étudiants. Je vous souhaite une agréable journée. Nous vous souhaitons de voir comme la rentrée à l'Araya, bien sûr. Comme les vacances, la crème ou l'esquimau, le bar ou les piscines. Bla. بلار رودي يا طبق يا طبق يا شكمة شكمة واحد واحد مافيا واحد وار واحد موفي تري موفي وار كان مع أصحابه مريحين في الخلاء هكذا في القابة وجابوا عتروس داروا المشوي شوا وعتروس واحد مافيا مع أصحابه كانوا داري فيها مشوي تاع عتروس العتروس واحد ناس ملاح هذيك تحكي على واحد واعر زعما خامج فاهم واحد خامج زبي تقول كنا ذبح بقرة ذبحها وسلخها على بالك دار مشوي مع صحابه بصح هذه سي لوجيك زعما كنت تسمعها جاي نيشان جاي في المعنى داخله في المنطق تاع تاع ليماج كي واحد يحكي لك هكذا تصور تشوف ليماج بصح كي يكون واحد ناس ملاح كي تقول كان ياكل في التفاح فاهم جاي ناس ملاح فاهم زعما لا يليق يكون ناس ملاح تفاح كان ياكل في التفاح جايح راك فاهم يهرب غايه كي صرا بروبليم في الحومه ولا هو الاولى يفحت راك فاهم يفحت يتسلل راك فاهم ينسلت ما يبغيش العدس وما كي طيب العدس ما يبغيش يكره حياته يخرج برا راه يروح يشري ساندويتش يبغي لي ساندويتش تفاح شتجلستي في هاد البلاصه ومال راه بلاصتي هات حوطة دور بها ستاره والقرياج ودير الكاميرات وطلق الكلاب وعو عو عو حتى سير تنبق على بلاصتك راه في السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.